بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. سأحدثكم اليوم إن شاء الله عن أصول بعض الأشياء أو الكلمات مما هو دارج في لهجاتنا. اللي قط عمره بالعزائم إحنا نسميه الطفيلي، نسبة إلى رجل يقال له الطفيل من بني عبد الله من غطفان، يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها. قيصر كلمة لاتينية بمعنى القطع أو الشق، وملك الروم يوليوس ولد بعملية توريد فلقب بيوليوس قيصر، ثم صار بعد ذلك ملوك الروم يلقبون بالقياصرة، وسميت عملية التوريد بالعملية القيصرية. القيصرية أو القيصرية اسم يطلق على السوق في البلاد العربية نسبة إلى قياصرة الروم نشروا أسواقا في ممالكهم. نيوز بمعنى الأخبار مختلف في أصلها، لكن قيل هي مكونة من بداية كلمات الجهات نورث، إست، ويست، ساوث. برمودا كلمة إيطالية بمعنى البنطلون القصير، لكن قيل سميت بذلك نسبة إلى برمودا في شرق فلوريدا، وهم معروفون بهذا اللباس. بعد الحرب العالمية الثانية صارت العملة في الدولة العثمانية ورق وليس الذهب، رفض أهل الشام ذلك وصاروا يتعاملون بالعملة المصرية وسموها مصاري. أول من أدخل الرادو إلى عنيزة هو الوجيع عبد الرحمن لذكير رحمه الله، كان الناس يجتمعون عنده لسماع أخبار الحرب العالمية الأولى. قبل أكثر من 70 سنة كان اقتناء الراديو في نجد يعد أمرا منكرا. الشيخ محمد العبودي حفظه الله عند راديو مسمي حمد، وين محمد؟ قالوا عند حمد. أرسل محمد علي باشا جماعة من المهتمين بالزراعة إلى أوروبا، واحد اسمه يوسف أفندي رجع بنوع من البرتقال فصار يسمى هذا النوع بيوسف وأفندي. الحنفية بمعنى صنبور المياه سميت بذلك من الحنف وهو الميل، وأما ما ذكره أحمد أمين نسبة إلى فقهاء الحنفية فلا أصل له. أول من أطلق لقب الطابور الخامس على مؤيد الثورات هو الجنرال الأسباني ديلانو، وكان هذا في سنة 1936. البلطجي كلمة تركية بمعنى حامل البلط، يعني حامل الفأس بمعنى القوي، وفي سنة 1710 كان من قادة الترك بلطجي محمد باشا. وفي أيام الدولة العثمانية كان هناك مجموعة من الجند يطوفون بالأسواق يحرسونها معهم الفؤوس يسمون بالبلطجية. أول من أطلق البلطجية على المتظاهرين هو الرئيس المصري السابق أنور السادات، وكان هذا بعد معاهدة كام ديفيد مع اليهود. الدكتور كلمة يونانية بمعنى العالم، وكانت أولا تطلق على من بلغ المنتهى في الطب ثم صار في كل تخصص. طبعا لا حرج في استعمالها في حق المسلمين، لكن قال بعض الشعراء متندرا في من ترك لقب الفقيه إلى الدكتور: استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن العجيب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. الأونطة كلمة رومية بمعنى الخدعة، والأونطق هو المخادع الذي كان يستأجر في نوادي القمار في مصر ليخدع الناس على أنه مقامر. السرسري كلمة تركية بمعنى المتسكع العاطل عن العمل، ونظام السرسرية العثماني كان ينص على معاقبة كل متسكع عاطل عن العمل. الجاخور أو الياخور كلمة فارسية بمعنى مكان على في الدواب، أصلها آخور، وآمر الآخور مهنة عباسية للقائم على هذا المكان. ضرب الكف على الوجه يسمى في بعض دول الخليج بالراشدي، لأن هذا المضروب إذا انطق يتعدل ويرشد أمره. قيل سمي ضرب الكف على الوجه بالراشدي نسبة إلى راشد السعدون من أهل العراق، لجأ إلى الكويت في سنة 1832 وكان معروفا بقوته. في بعض اللهجات يسمون ضرب الكف على الوجه بالمحمودي، يقال إنه نسبة إلى السلطان العثماني محمود، الله أعلم. الجنجفة بمعنى لعبة الورق كلمة لاتينية بمعنى لعبة ملك الصين، وأما البلوت نسبة للفرنسي بلوت الذي وضع أصولها. سمي سوق الأوراق المالية ببورصة نسبة إلى العائلة البلجيكية بورسن التي كان عندها فندق في القرن الخامس عشر يلتقي فيه التجار. كان اليونان ثم الرومان يعتقدون أن لحم الأفاعي يمنح الصحة، ولذلك وضعوا صورة الأفعى على الطب والصيدلة. برنامج افتح يا سمسم الذي أنتج في سنة 1979 أصله برنامج أمريكي مماثل اسمه شارع سمسم أنتج سنة 69. أطال رجل الكلام ثم سأل أعرابيا: ما هو العي؟ يعني ضد الفصاحة. قال: ما كنت فيه منذ اليوم، وهذا حالي وياكم كل يوم. استودعكم الله.